دونو ما تظنش باللي الوضعيه تاع مودي وطهران ما تخليهاش تلعب على جبهتين، خاصه وانه الفريق راه يعاني شويه في البطوله. يعني واش راه نقول، يعني واش راه صاري مودي وطهران، يعني فريق ما يستاهلش واش راه صاري له. هذه راجع لكل تولي الاستقرار يعني في الاداره، وفي كما نقولوا عندهم لاعبين يعني لاعبين ملاح، زادوا دعموا في الميركاتو وزادوا جابوا لاعبين ديكسبيريونس وهذوك بيعاونهم. يعني فريق مولودية وهران ما يستاهلش راهو يعني صاري له دوك. يعني ما تظنش باللي دوك كي راهم يلعبوا على البطوله والكاس، بالك ميم التركيز تاعهم في البطوله هما يعني مركزين بزاف هما على البطوله، هما يحوسوا كما نقولوا المانتيا تاعهم. لا كوب هذه جاتهم تقدر بروشاتور ما تدريش، يعني يغلبوا فينا مليح عليهم هذا. هذه نروحوا الان للمباراه الثالثه والتي دارت